ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده رقاق طري بطريقه جديده. هنعمله رقاق مطبق كده شبه السندوتشات، طريقه مختلفه عن الصينيه. هنحتاج لبن، زبده وزيت، كوبايه فلفل الوان، يعني نص فلفلايه حمراء، نص فلفلايه خضراء، نص فلفلايه صفراء، اطلع حوالي كوبايه، بصلتين وسط مفرومين، ملح وفلفل وقرفه، تعصيج اللحمه، بيضه عليها شويه فلفل اسود، رقاق طري لحمه مفرومه. اضيف الزبده وشويه زيت، خلاص كده البصلة اتفرت وغيرت لون معانا وجبت. أضيف بقى دلوقتي اللحمة المفرومة، نضيف برضه الفلفل الألوان. أنا المفروض كنت ضفت الفلفل الألوان مع البصل، بعد البصل بشوية كده كان خدت فيه خالص، مش مشكلة كده برضه هيتحرك. اللحمة كده كده لسه ما استوتش أصلا، يعني هي اللحمة بتتشوح هيتشوح معاها. وأضيف بقى دلوقتي التوابل، ملح وفلفل القرفة، اللحمة خلصت معانا. أفضيها بقى في بولة كده، لأن مينفعش أحشي غير لما تكون الحشوة باردة خالص. شايفين الحشوة لونها وطعمها وريحتها وشكلها، كل حاجة تحفة. الرواية طريقة مغطية عشان مينشفش، ندهنها بالزيت والزيت بالفرشة عشان ما تاخدش كتير. بصوا نتنيها تانية كده اهو، نتني حوالي ربعها مثلا، يعني بصوا تنينا حتة كده حوالي ربعها. نضيف عليها جزء من الخلط، الحشوة قصدي، بصوا دي جبنة تشيدر شرايح اختياري، ممكن تعملوها بحشوة اللحمة المفرومة بس. بصوا قطعناها نصين كده، وبعدين نقفل بقى كده. شوية زيت وزبدة تاني، ودهنة خفيفة كده فوق الوش. بالفرشة عشان ما تاخدش كتير، نتني حوالي ربعها مثلا، يعني بصوا تنينا حتة كده حوالي ربعها. دهنة خفيفة كده فوق الوش، ندهن برضو الصينية دهنة خفيفة زيت وزيت ده عشان مفيش حاجة تلزق، وعشان الرقاق المطبق يبقى طالع مقرمش. نضيف بقى البيضة على اللبن، نضيف بقى البيض واللبن كده على الجلاش المطبق لان هو ده اللي هيستوي فيه. نحطه في الفرن على حرارة 200 وهو متعري، مش هنغطيه ولا حاجة. هنزينه بقى كده، خلاص كده الرقاق المطبق خلص معانا. حلو قوي، الاطفال هيحبوه، كانه ساندوتش كده مسكينه. ولو حابينه طري شويه ممكن اول ما يطلع من الفرن تغطوه بفويل حوالي ربع ساعه كده، قعد بالظبط على 200 نص ساعه، وبعدين حطيته تحت الشوايه لحد وشه محمر. لايك لو عجبكم الفيديو، لو اول مره جداد عندي في القناه سبسكرايب.